يقول السائل: ما قولكم في من يقول إن الحاكمية من أخص خصائص توحيد الألوهية، ويستدل بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، مع العلم أنه يقول بفتوى ابن عباس كفر دون كفر، وإنما يقول إن مقالته هذه هي اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح؟ الحاكمية تعني الحكم بما أنزل الله، هذا من توحيد الألوهية لا شك، نوع من توحيد الألوهية، الحكم بما أنزل الله، هذه عبادة لله عز وجل، فهو نوع من أنواع التوحيد، توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية يشمل كل أنواع العبادة، كل أنواع العبادة من صلاة وصيام وحج وصدقة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وحكم بين الناس بالحق، هذا نوع من أنواع توحيد الألوهية، لا أن توحيد الألوهية هو الحاكمية فقط، بل هو نوع من نوع، وبعضهم يقول إنه من توحيد الربوبية، إن الحاكمية من توحيد الربوبية، والصحيح أنها من الاثنين، من توحيد الربوبية ومن توحيد الألوهية، لأنها طاعة لله عز وجل وانقياد لله، فهي تشمل النوعين. هذه الحاكمية على ما يقول نوع من أنواع توحيد الألوهية. وأما قوله، استدلاله بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، لم يكمل الآية، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو حكم الله، أن الله أمر أن تكون العبادة لله وحده، ويدخل في العبادة الحكم بما أنزل الله، نوع كما ذكرنا. نعم.